ما لا فيش حوارات مشكلة. ولا اي حوارات، ربنا يسعدك. بس يا دكتور انت، انا شفت المقاطع بتاعتك، حاجه لازم الناس تشوفك، ولازم الناس تعمل مشاركات للناس اللي ما عرفوش اللي في الاكل عشان يستفيدوا، لانك انت بتفيد ناس كتير. مش طب لا ممكن ننزل المقطع ده على اليوتيوب، لان في ناس هتستفيد من الحاجه دي. هحطه، حاضر اتفضل هحطه طبعا. اتفضل. تمام. بص بقى، انا كنت عايز اقول لك حاجه بالنسبه ان الواحد لو اكل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب انا عن نفسي ما باكلش لا الفطار ولا باكل الغداء، باكل وجبه واحده في اليوم عشان بحافظ على جسمي. لو كترت اكتر من كذا وجبه، انا جربت نفسي ان انا مثلا افطر في الفطار في موعده، واخد الغداء في موعده، واخد العشاء في موعده، فلقيت الكرش كده عامله وجسمي بايظ، فرحت قلت لا انا مش هاكل الا لما اجوع، فصرت ما باكلش ابدا، بجلس اشرب سوائل، اصحى من النوم اشرب سوائل كده، اظبط نفسي في ميه شاي مش عارف ايه، واكل وجبه واحده في اليوم. ألخص لك التغذية العلاجية في حديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الحديث الأول: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فالأصل في الأكل ان احنا ما نقعدش ونفرش، الاصل ان احنا بناكل لقيمات، يعني مش لقم، مش ب... من ما بقول لك مثلا اديني لقمه فبتروح مديني قطعه كده، صح كده؟ دي صغيره كده. الحديث الاول: ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه. فاشر حاجه ممكن تكون البطن عندنا هي اللي تسبب لنا مشكله. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. فالأصل إن إحنا بناكل لقيمات علشان ما نمناش البطن بتاعتنا، وما البطن بتاعتنا تبقى بنحط لها حاجات بسيطة، المكنة اللي جوه هتشتغل بفاعلية، لأن أنت مدخل لها حاجة بسيطة أقل من إمكانياتها، فهتشتغل بفاعلية وبالتالي مش هيحصل أي مشاكل صحية. فإذا كان لابد فاعلا فثلث لطعامه، فإذا كان لابد إن إحنا ناكل أكتر من كده ومش هناكل اللقيمات بتاعتنا، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. يبقى لازم نعمل، يبقى أنت تبقى عارف البطن بتاعتك قد إيه، يبقى لازم تسمع لبطنك، تسمع لمعدتك إن أنت مليت التلت ولا لأ، يعني كل شوية وأنت بتاكل كده تسمع لها كده، ها وصلنا التلت ولا وصلناش؟ أول ما نوصل التلت نقف، المعدة بتاعتنا حاجة صغيرة كده. طب اوكي اوكي يا دكتور، انا بسمع معدتي ازاي؟ مثلا بالسوائل، بقوم اخد شاي، اشرب ميه، او ما يعني اكل حاجه خفيفه لحد مثلا لحد ما تيجي وقبل الوقت اللي انا عايز اكل، احس اسمع ان انا بقى عايز اكل مثلا وجبه واحده في اليوم، ما كترش بقى اليوم كله، الصباحيه في الليل اكون شاي، اكون يعني حاجات بتاكل بسيطه زي وجبات مثلا. خفيفة طول اليوم، حاجات خفيفة بتجيبها من حاجات بسيطة، تخش التلاجة تجيب لك ثمرة فاكهة، تخش مكان معين تجيب لك قطعة حاجة تاكلها صغيرة، تجيب لك مش عارف بالظبط، ايه، كرزة، زي الطفل فراولة، كده، زي الطفل كده تفاحة، مش عارف بالظبط ايه، ما بقى بياكلش اي مثلا، اي اه اه بالظبط زي الطفل مثلا بالظبط ما بالظبط بياكلش، يا دكتور. ما بي يعني يعني بي يعني ما بي تلاقيه مثلا وليكن ما بياكلش حاجات كتير معاكم وهم قاعدين، مثلا مش 3 وجبات يوميا، لكن هو بياكل ال3 وجبات موزعين على 5 6 وجبات او 7 وجبات في اليوم. بالظبط، يا ترى في غلط في الموضوع يا دكتور لا، ولا ما هو مفيش، الاصل والموضوع ان كويس احنا، تمام وخلصانه؟ ناكل لقيمات اللي هي الحاجة البسيطة، زي ما انت بتقول باكل حاجات خفيفة كده، ان انا اللقيمات باكل حاجات خفيفة كده وبوزعها على مدار اليوم، يعني بدل ما باكل وجبتين في كبار او 3 وجبات كبيرة في اليوم، لا بوزعها على 5 او 6 وجبات في اليوم. فترى ان الموضوع ما فيش مشكلة، الموضوع كده كويس، ما فيش مشكلة يعني، ما لا فيش حوارات مشكلة. ولا اي حوارات، ربنا يسعدك. بس يا دكتور انت، انا شفت المقاطع بتاعتك، حاجة لازم الناس تشوفك، ولازم الناس تعمل مشاركات للناس اللي ما عرفوش اللي في الاكل عشان يستفيدوا، لانك انت بتفيد ناس كتير. مش